أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من ميعاد سلام، وإن شاء الله أتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة. مرحبتين بك محمد وسهل. ومرحبتين بكم مشاهدينا وين ما كنتم. حنبدو ببداية مع مواضيعنا وأبرز مواضيع اللي حنتناولوها في حلقة اليوم، ونبدو مع منا وفينا. بالضبط، في منا وفينا حناقشوا أن شركة البلغات في وجود أي أزمة غاز مع استمرار غلاء أسعار الاسطوانات، شيء غريب جدا. ولكن اليوم أيضا يصادف اليوم العالمي للاجئين، أيضا رحلة ترفيهية للبحر لنازحي غات في طرابلس، كانت لمسة حلوة من بعض الجمعيات مساعدة المجتمع المدني في طرابلس. حنتابع التفاصيل في حلقتنا لليوم، ولكن بداية دائما كالعادة زي ما عودنا مشاهدينا حنبدأ مع منا وفينا محمد. طبعا يشكي مشاهدينا المواطن من غلاء أسعار صيانة غاز الطهي واللي تم بيعها خارج المستودعات الرئيسية. مراسلنا حسن البرناوي أو حسين البرناوي زار أحد مستودعات طرابلس وتابع تفاصيل هالملف، خلينا نشوفه مع بعض. كيف ما نعرف مشاهدينا، يعني في الفترة الأخيرة انتشرت ظاهرة بيع الاسطوانات غاز الطهو في الشوارع وأيضا في بعض المحلات الغير مرخصة ببيع الاسطوانات الغاز، يعني تتراوح أسعارها من بين 25 ل 35. احنا اليوم شبكة سلام أو قناة سلام بالتحديد كانت متواجدة في مستودع الهاني لإطلاع على الشغل والإطلاع على سير العمل داخل هذا المستودع، وعن الآلية اللي تم من خلالها توزيع على الفروع اللي تم من خلالها توزيع على المواطنين. طلعنا في هذا المستودع لسير العمل، لقينا اعتيادي، تحدثنا إلى فرق العمل هنا ولجنة الأزمة للغاز، قالوا لنا أو صرحوا لنا بأن ما فيش أزمة، يعني بالتزامن مع أن كل يوم من الساعة 9 صباحا تحديدا يتم توزيع أكثر من 28 حصة على جميع الفروع أو جميع المستودعات اللي يتم خلالها توزيع مواطنين. سنتحدث إلى السيد حاتم بن شعبان رئيس لجنة الغاز أو يحدثنا عليه تفاصيل أوفى بخصوص هذا الموضوع وعن سير العمل داخل هذا المستودع. طبعا من الإجراءات هي أن احنا زدنا كمية الإنتاج من مستودع الهاني، واللي كانت الإنتاج متاع اليوم بحدود 5000 استوانة وصلنا لحدود 7000 استوانة، بالإضافة إلى أن احنا نسقنا مع مستودع مصراتة بحيث أن احنا زدنا نطاق توزيع مستودع مصراتة وصلناه إلى منطقة القويعة. طبعا منطقة القويعة ومنطقة القربولي كانت في الظروف العادية أن هي تتزود من مستودع طرابلس، نتيجة الظروف الحالية خلينا مستودع مصراتة يغطي منطقة القويعة ومنطقة القربولي والامتداد المنطقة إلى مصراتة، بالإضافة إلى أن احنا زدنا الإنتاج في مستودع الزاوية ووصلناه ل 12000 استوانة بحيث أنه يغطي المناطق الجبلية اللي كانت تتزود من مستودع طرابلس. فحاليا إنتاج مستودع طرابلس في حدود 11000 استوانة يوميا، مستودع الهاني في حدود 7000 استوانة يوميا، من 6000 ل 7000 استوانة يوميا، مستودع مصراتة في حدود 15000 استوانة يوميا، مستودع الزاوية في حدود 12000 استوانة يوميا. طبعا في أصحاب نفوس رخيصة من بعض الموزعين، مش كل الموزع، بعض الموزعين يحاول أنه هو يخلق أزمة باش يرفع سعر اسطوانة الغاز. فالأمور زي ما حكيت لك كإنتاج ما فيش أزمة إنتاج نهائي في اسطوانة الغاز، والإجراءات اللي تم اتخاذها ضمنت أننا نوصل للمعدل الطبيعي من الإنتاج متاعي. قاعدة مشكلة التوزيع إن هي البريقة تملك جزء من حلها، والجزء الآخر زي ما حكيت لك هو عند الجهات الرقابية. بالنسبة إلى هذا المستودع بالفعل، يعني تجولت عدسة سلام داخل هذا المستودع، لاحظنا بأن سير العمل على ما يرام أكثر من كما تحدثت أو أضاف لنا بأن القدرة الإنتاجية وصلت إلى أكثر من 50%، يتم التوزيع بالحصص بالتساوي على المناطق أو على الموزعين الذين تم توزيعهم على كافة البلديات. هذه الأجواء كانت داخل محطة التعبئة الاسطوانات الغاز او مستودع الهاني بالتحديد النفطي. حسين البرناوي، قناة سلام. طبعا كان هذا تقرير مراسلنا مشاهدينا حسين البرناوي ومحمد، حنتكلموا اكثر على التفاصيل، ولكن اكيد معنا زميل بهاء الدين الشريف من قسم الاخبار. مرحبا بك بهاء. مرحبا، اهلا وسهلا بكم زملاء الاعزاء، ومرحبا بمشاهدي شبكه سلام اينما كان.
أنستنا بهاء. طبعا بهاء حدثنا أكثر، ممكن حنتكلموا أكثر عليه، كيف قمت بالبحث عليه في هذا الموضوع بالأخص. زي ما شفنا في تضارب بالنسبة لشركة الغاز، تقول إن ما فيش أزمة، ما فيش أزمة غاز، ولكن المواطن يشكي من أزمة غاز، من غلاء أسعارها، من تقليدها، يعني في عدة مشاكل. غير تحدثنا نعم أكثر. في الحقيقة كما ذكرتي زميلتي إن هناك أوجه عديدة للأزمة إن صح التعبير. في الحقيقة ليبيا يعني تتميز بموقع جغرافي جيد، وتتميز أيضا لها باع طويل في عملية استخراج وإنتاج الغاز المسال وغاز الطهو. أيضا لدينا شركات تعتبر يعني شركات كبرى بحسب ما صرح لنا يعني الدكتور عبد الباري العروسي، وهو وزير نفط أسبق والآن خبير نفطي، صرح لغرفة الأخبار على أن الغاز يعني لدينا كبرى الشركات، منها شركة زويتينا وأيضا الحقول حقل الوفاء وحقل البوري البحري، نتميز يعني بكميات جيدة من الغاز. ولكن المشكلة رغم كل هذه الأمور الجيدة والمعلومات يعني الجيدة بشأن الغاز واستخراجه، ليبيا لديها مشكلة إيصال، أو مشكلة لازالت بدائية في إيصال الغاز للمستهلكين. يعني ليبيا تعتمد منذ سنين عدة على عملية الأسطوانات التقليدية المعروفة ب يعني أنابيب الغاز. أسطوانات الغاز هذه عند نشوب الأزمات يصعب إيصال الغاز للمستهلكين، وأيضا هناك مشكلة أيضا دخول جسم غريب وأسطوانات غريبة لا تتميز بالمعايير والمواصفات القياسية التي وضعتها شركة البريغا لتسويق النفط. طيب شركة البريغا تقول أن هي تطلع يوميا في أرقام يعني مضاعفة على الأيام الطبيعية وما فيش أي أزمة، لكن شايفين في أزمة في الشارع الليبي خارج أسوار شركة البريغا وخارج أسوار حتى المراكز تعبئة الاسطوانات، يعني وين المشكلة بالضبط؟ نعم، تواصلنا اليوم مع الأستاذ أحمد المسلاتي وهو المتحدث باسم شركة البريغا لتسويق النفط، وأمدنا أيضا بالإحصائيات. طبعا شركة البريغا لتسويق النفط يوميا لديها يعني إحصائيات تنشر على موقعها ولا على صفحتها في التواصل الاجتماعي على فيسبوك. يعني اليوم تحصلنا على بعض يعني المعلومات بشأن عمليات الإمداد. عمليات الإمداد حسب المعطيات الموجودة لا تشير لوجود أزمة. مع هذا الأزمة يعني أو هناك صعوبة في وصول بعض المستهلكين للغاز، وأيضا صعوبة وصول الغاز لبعض المناطق البعيدة عن طرابلس. وين الصعوبة بالضبط؟ نعم، أيضا حتى محمد نضيف على كلامك إن في خلل للمواطن عارفة، يعني شوف المواطن دائما يحب إن هو يكون الشخص اللي أنا نحب نشري الحاجة بفلوسي وما تعطينيش أي أعذار. الشركة تحاول أو إن هي ذكرت وصرحت بإن ما فيش خلل. طيب إذا كانت هي إحنا نقوله باللي بإن هي رفعت يديها من أن ما فيش خلل، فأوين الخلل بالتحديد؟ أن إحنا خلى المواطن حاب يبحث ويبي يعرف الخلل وين إذا كان فعلا في اسطوانات. طيب اللي نشوفه فيه في طرابلس ونشوف فيه في المدن الليبية أسبابه. نعم، في الحقيقة يعني قبل ربما الإجابة على النقطة التي أو السؤال الذي ذكرتيه، دعني يعني أعطيكم الإحصائية بما حدث في يوم 19 واليوم 20، وأيضا الإمدادات التي من المفترض أن تصل غدا إلى بعض المناطق. وزعت شركة البريغا لتسويق النفط من خلال أو من عبر مستودع الهاني قرابة 5880 أسطوانة غاز. هذه الأسطوانات وزعت على الموزعين الفرديين من قبل المستودع بواقع 210 وعشر أسطوانة أو 10 أسطوانات لكل موزع فردي. طيب. وأيضا توزعت في عرادة سوق الجمعة والهاني، أيضا طريق 16 والشط وتاجورة وبوسليم وعين زارة وطريق السدرة. أيضا مستودع طرابلس يعني رغم ربما المشاكل التي تقع أو المشاكل الأمنية التي تقع في نطاق تلك المنطقة، إلا أن مستودع طرابلس النفطي ومعروف بطريق المطار يعني يعمل بشكل جيد حسب ما صرح لنا الأستاذ أحمد المسلاتي. وأيضا وزع اليوم 5880 أسطوانة غاز بواقع 210 أسطوانة لكل موزع، ووزعت على 4 مناطق هي طرابلس وتاجورة والكريمية. أيضا مدينة الزاوية اليوم تحصلت على 8330 أسطوانة غاز، متوسط 280 أسطوانة لكل موزع، ووزعت على كامل المنطقة الغربية. أيضا أعلنت شركة البريغا غدا بأن إمدادات الغاز ستصل إلى مدينة مصراتة
طبعا الان مستودع مصراته وسع النطاق متاعه، كان طيب. مقتصر على مدينه مصراته والخمس وزليت، الان اصبح الى القويعه والقربولي يتولوا او يتحصلوا على امدادات الغاز من مستودع مصراته. طيب بهاء لازلت معنا وخليك معنا محمد حنمش، نستقبله معنا عبر الهاتف مشاهدينا الاستاذ محمد الناعم مدير مكتب الاعلام بجهاز الحرس البلدي، مرحبتين بك. اهلا وسهلا بك استاذ، اهلا وسهلا بكم ومرحبتين بكم للساده المستمعين وضيوفك الكرام عبر حرس البلد. اهلا وسهلا بك. طيب سيد محمد، ربما هل وردتكم شكاوي من المستهلكين بخصوص يعني ارتفاع اسعار الاسوانات في ظل ان الجهات المسؤوله على هالموضوع تقول ما فيش ازمه، بس في الازمه عند المواطنين؟ اسمح لي اول حاجه اصحح الصفه بتاعي، انا الناطق الرسمي باسم جهاز الحرس البلدي ولست مدير المكتب الاعلامي، انما الناطق الرسمي باسم جهاز الحرس البلدي. عذر، اهلا وسهلا بك. المشكلة الغاز او اسوانات الغاز داخل الدولة الليبية او داخل بعض المناطق الدولة الليبية هي مشكلة قديمة حديثة، وكل يوم تطلع عندنا الازمات هذه سواء كانت في مناطق التوتر او في مناطق عادية. اول حاجة تشمل العمل هذا او المشاكل هذه، اول حاجة لان الغاز يتوزع على الموزعين في ساعات الصباح الباكر، وحاجة ثانية ان كم مرة خاطبت الشركة العامة لبريجا وتسويق نفط الغاز معدل الناس تسودنا بجداول التوزيع والمحطات اللي يتم التوزيع عليها اللي يتم مراقبتها من الحرس البلدي او من فرق التحري. صحيح ان الغاز يطلع من المستودع، لكن في بعض الاحيان وفي حالات منضبطه انما يوصلش او يوصل للمحطه التوزيع وبعدها يختفي بدقائق، لان مرات يكون صاحب المحطه يحب انه يوزع للسوق السوداء ويمنع وصوله للمواطن. ايضا اتضمن بعوائق اخرى، ان من ضمن الشروط والضوابط الموزعين هذين لازم يكون رقم الموزع مكتوب على الحائط ورقم الترخيص بتاعه واسم صاحب الموزع، للاسف هذه مش موجوده عند الشركه العامه للبيجا، وايضا عندهم تقرير خاص يثبت الكلام هذا، وعندهم مفتشين يؤكدوا ان السوق هم يفتشوا على الموزعين هذين. نعم. والحاجه الاخرى ايضا تجي مع المواطن، المواطن في نفس في حد ذاته في بعض من المواطنين للاسف سامحهم الله يمتهنوا مهنة السمسرة، يتحايل على العملية هذه، يعني يستعجب مجموعة أخرى معاه يوزع يسلمهم الاسوانات والطوابير وياخذ مبلغ مالي على كل شخص ويتحايل على الكمية هذه ويقدر يتحصل ممكن على 30 40 اسوانة. طيب أستاذ محمد، لربما عذرا على مقاطعتي ليك، ولكن نقدر نقولوا أن هذا حتى وإن كانوا أصحاب مستودعات ولكن نقدر نصنفهم أن هم تجار أزمة، فهل يعني في إجراءات تتخذ تجاه يعني هالأشخاص إذ كانوا في مخالفة صارمة تكون ليهم حتى تكون عبرة لأصحاب المستودعات، أو كيف يتم التعامل معهم بالتحديد؟ أول حاجة جميل جدا وحييك على السؤال هذا الفعلي، يعني هذا الموضوع اللي احنا المفروض نتكلموا فيه، كيف يتم القضاء على هذه؟ زي ما قلت لك ما فيش للآن بلاغات من المواطنين على الغاز. ما فيش مواطن جاء وبلغ وقال عليه شريط الغاز بالسعر الغالي أو غير بالسعر الرسمي. يكتفي إنه ياخذ ويمشي يروح لحوشة. لأن احنا مش حنقدروا نضبطوا الجريمة إلا ببلاغ رسمي. الحاجة الثانية اشتغلت العديد من لجان الأزمة واشتغل معها رجال الحرس البلدي وكانوا معنا زملائنا من وزارة الداخلية في المساندة والحماية، وتم ضبط العديد من الأشخاص هؤلاء الموزعين اللي هم غير تراخيص، تم ضبط العديد من الأشخاص اللي يقوموا يمتهنوا بالمهنة هذه، وتم القضاء على العملية هذه، وكانت من أشهرها اللي موجودة في سوق الجمعة وفي طرابلس الكبرى وفي بعض منها في المدن الليبية، وتم القضاء على العمل هذا. لكن للاسف العمل هذا يخرج بين الحين والاخر، اللي هو لما يكون فيه ازمات او تحدث ازمه يطلع عن تجار الازمات، لذلك الخطه الاساسيه لازم تكون من الشركه العامه للبريجيا، وايضا لازم يكون في وعي من المواطن، المواطن لما يتجهنا احنا ببلاغات رسميه احنا نقدر نتحرك، لكن استاذه اذا لم يكن هناك بلاغ رسمي فاحنا ما نقدرش نتحرك. صحيح ان المواطن يتذمر في الشارع ويقول لك مثلا راهو خسر غلاء او صار سمتر او سرقوا حقي، لكن لما تتجه للمحاضر الرسميه او اثبات الحاله الرسمي يتاخر المواطن ويرفض انه يقدم بلاغ، لانه يقول لك العامل الاجتماعي، وللاسف هذا العامل الاجتماعي للان مضر بينا كبير في بشكل كبير جدا بالذات في عده قضايا زي هذه، يعني يقول لك لا والله يطلع يعرفنا وشارعنا وجيراننا وكذا،
فهذه اضرت بنا واضرت حتى بالاقتصاد بالشكل بالطريقه هذه. طيب سيد نعم. محمد، انتم تشوفوا في الطوابير والزحمه قدام المستودعات، هل مطلبتوا من وزاره الداخليه ان تتعاونوا معها؟ اول حاجه نحب نشكر زملائنا في وزاره الداخليه، تعاون بينا بالكثير من الاعمال، ومن ضمنها الاعمال اللي يعني يشكروا عليها ما قدموه لنا ولرجال الحرس البلدي في اقصى الجنوب في منطقه اسمها سمنو. يعني مديرية الأمن سلمت أحد المركبات الآلية اللي هي خاصة بها لإنشاء الحرس البلدي على مدار 24 ساعة اللي يشتغلوا بها، لأن ما عندناش مركبات آلية نعم ينقص عندنا العديد من هذا. فزملائنا في وزارة الداخلية الحق كانوا عونا لنا في العديد من الأعمال والصعاب اللي كانت تحدث أثناء العمل. وكان هذا بناء على قرار تشكيل لجان للمتابعة. لكن يا اخي اذا كان احنا يوميا حنشكلوا جميع اللجان او حنسخروا جميع القدرات الامنيه والضبطيه انها تخدم تتبع طوابير وغيرها، في عندنا التزامات اخرى لازم احنا نخدموها، في من ضمنها الامن الغذائي والامن الاقتصادي والامن البيئي، هذه كلها تتطلب جهود. طيب استاذ محمد، معنا المواطن نعم عذرا، ولكن لو سمحت يعني انه هو بعجاله، لان بالفعل يعني ان سؤالي ليك ممكن يكون مهم، انه في مع وجود اسطوانات مقلده في السوق، وان في زي ما نسمعوا ان في عدد كبير جدا من العائلات اللي انضرت، سواء كان في تفجير الاسطوانه في البيت او في بعض الاماكن، فكيف يعني متابعتكم لهذا الموضوع بالاخص؟ يعني استاذه يعني مره ثانيه نحييك على السؤال هذا، لان احنا كنا نحاول نوصل فكره هذه للجمهور ان الشركه العامه البريجا هي مسؤوله عن استيراد اسطوانات الغاز، هم عندهم مواصفات خاصه، وكان معنا رجال الامن والسلام يفترض ان هم يزودونا بالمواصفات هذه ويدوروا على المستودعات ويسحبوا كل ما هو مخالف للسوق الليبي. لكن صدقني لو تجي لعندنا احنا الان ما جتناش مراسلات رسميه تثبت ان هذه دخلت بطريقه تهريب او دخلت بغير مواصفات، والسؤال كيف دخلت للسوق الليبي كيف وزعت؟ هم عندهم اهل الاختصاص، يعني انت تحكي على شركه اللي هي توزيع النفط والغاز، انت تحكي على شركه ادويه، لان الدواء من يستورده هو اللي يعرف مواصفاته وعلاقاته التجاريه، هذه الشركه هي اللي تستورد اسطوانات الغاز وهي تعبي فيها وتعرف المواصفات والمقاييس والمعايير اللي تخدم بها داخل الدوله الليبيه. لازم قبل ان نطلع احنا للشارع ان يكونوا مهندسين خبره خصيصا منهم هم اللي يتاكدوا من الاسطوانات هذه، يقولون هذه غير مطابقه للمواصفات ويتم سحبها من الاسواق الليبيه. احنا فورا حتلاقينا موجودين، لان احنا مش حنتاخر على المواطن ومصلحتنا المواطن، وايضا انا مواطن، يعني معقول حندخل اسطوانات غاز لمنزل اطفالي تكون غير مطابقه للمواصفات؟ هذا شيء اكيد لا. طيب شكرا لك استاذ محمد. نعم الناطق الرسمي باسم الحرس البلدي، شكرا لك. حنرجع لزميلنا بهاء، ممكن استمعت معنا الاتصال، وايضا حنشكرك جدا على المعلومات اللي افدتنا بها. نعم في الحقيقه يعني هناك شيء جدير بالذكر، يعني بعض المعلومات الان كانت يعني بالنسبه للمنطقه الجنوبيه كانت تستمد امدادات الغاز من مستودع مصراته، ولكن الان حسب الاستاذ احمد مسلاتي وهو الناطق باسم شركه بريغا تحدث على ان امدادات الغاز للأسف يعني متوقفة للمنطقة الجنوبية بسبب الظروف الأمنية. أيضا هناك موضوع يتعلق بحسب يعني شهادات بعض المستهلكين في قضية الغاز وارتفاع أسعاره وتوفره يعني في السوق الموازي إن صح التعبير، هي العملية يعني عملية ربما ثقافة. طيب بها نعم حنرجع لك مرة ثانية من جديد. حتى كنت أنسنا في فقرة منا وفينا، أكيد ينضمنا من عبر الاتصال الهاتفي سيد محمد أبو عبد الله مدير مكتب العلاقات بوزارة الداخلية. أهلا وسهلا بك سيد محمد. مرحبتين بك وبكل السادة المشاهدين. صحيح كيف رئيس مكتب الإعلام الأمني لوزارة الداخلية. أهلا وسهلا بك، مرحبتين بك، متأسفين. طيب سيد محمد، كيف تعاملت أو تعاملت وزارة الداخلية مع ارتفاع أسعار اسطوانات الغاز اليوم؟ نعم طبعا وزارة الداخلية هي مهمتها يعني هي تأمين المستودعات الغاز وكل المرافق اللي هي السيادية في الدولة الليبية. طبعا في جهاز الحرس البلدي في عملية متابعة الأسعار في السوق السوداء، وهذا الموضوع يعني يقع على عاتق حتى على المواطن الآن في فترة أزمة، في فترة يعني محتاجة الحقيقة للجميع ولتكاتف الجميع من أجل بلادنا أن هي تكون في بر الأمان.
ومن اجل ان حتى المواطن من يستغل الان هذه الظروف الراهنه اللي تمر بها بلادنا ليبيا، هذه ظروف استثنائيه. وزاره الداخليه يعني من خلال اجهزتها الامنيه اللي هي التابعه لها، هناك اجراءات في عمليه تامين كافه المرافق السياديه في الدوله، ايضا في عمليه متابعه الاسعار اللي هي في الاسواق من يستغل من ضعفاء النفوس قوت المواطن في وكان في استيونات البلد. طيب استاذ عبد الله، في اي موضوع؟ نعم. طيب يا ريت حدثنا اكثر على الدور اللي ممكن تقوم به وزاره الداخليه في مثل هذه المشاكل بالتحديد، لانها مشكله زي ما نعرفوا تمس المواطن، وايضا مقسومه ما بين وزاره يعني ما بين حضرتكم وما بين الحرس البلدي، فيا ريت تحددنا يعني كيف تتم التعامل مع مثل هذه المشاكل. طبعا هذه المسائل في بالذات احنا في الفتره الان اللي تمر بها ليبيا وتمر بها العاصمه طرابلس، متابعة الأسعار هذا اختصاص أخير هو لجهاز الحرس البلدي، زملائنا في الحرس البلدي، ولكن احنا دورنا كوزارة الداخلية ندعم جهاز الحرس البلدي في عملية متابعة اللي هم ضعفاء النفوس وضبطهم وإحالاتهم والتحقيق معهم وإحالتهم من جهة وتقديمهم للعدالة. وزارة الداخلية زي ما شرط يعني عبر أجهزتها الأمنية يعني تشتغل في عملية في ظرف الآن بالذات المرحلة الآن اللي تمر بها العاصمة، بالرغم أن الظرف الأمني يثير بشكل طبيعي، بالرغم أن في بعض من القضايا التي تسجل من حين لآخر مراكز الشرطة، ولكن بصفة عامة الوضع الأمني الآن داخل مدينة طرابلس يعني يعتبر جيد. بعض الأزمات زي الأزمات اللي حصلت مثلا في الفتره الماضيه في مساله الوقود والازدحام على محطات الوقود، نظرا لتاثر وقوف اللي هي الباخره اللي خاصه بتفريغ الوقود في سيارات نقل الوقود اللي هي البنزين، وزاره الداخليه وعن طريق لجنه الازمه شكلت لجنه برئاسه مدير الاداره العامه للدعم المركزي وبعضويه الجهات المختصه، وتم القضاء على هذه الازدحامات وعلى المشاكل الخاصه بالوقود. الان مشكله الغاز يعني هناك لجنه خاصه بلجنه الازمه ولجنه الطوارئ، واكيد عن طريقها هناك لجان تتابع في هذه المشكله، واحنا كوزاره الداخليه مستعدين ان احنا نقدموا الدعم ونتعاون مع الجميع من اجل القضاء على كل الظواهر السلبيه، وندعو ايضا من خلال قناتكم جهاز الحرس البلدي، واكيد زملائنا في جهاز الحرس البلدي حقيقه يعني قايمين بجهد في متابعه كل ارتفاع الاسعار وكل المشاكل اللي ممكن تحصل واللي يستغلوا من بعض ضعفاء النفوس الذين يستغلون في قوت المواطن وارتفاع في سعر مثلا في اسطوانات الغاز في السوق السوداء. يعني هذا كله جانب في ترتيبات، وهناك اجراءات يعني تتخذ من قبل الاجهزه اللي هي التنفيذيه، لكن ايضا حتى للمواطن له دور كبير. نعم. يعني بالذات المرحله حرجه، وانا دائما اركز على تعاون المواطن ودور المواطن ومساهمه المواطن في عمليه ضبط يعني هالمشاكل، لان هذه الاجراءات. شكرا لك محمد. بالذات في فتره الازمه سيد محمد فتره استثنائيه، ان نتعاون جميعا من اجل بلادنا اللي هي تكون في بر الامان. سيد محمد أبو عبد الله كنت معنا من مكتب الإعلام بوزارة الداخلية، شكرا لك. شكرا لك أيضا، نشكرك بها زميلنا وكل وقت ضيق علينا في فقرة منا وفينا، وأنت منا وفينا أصلا. أكيد يعني منا وفينا، شكرا لك. معلومات غزيرة يعني إن شاء الله فعلا يصعب حصرها ربما في هذا الوقت الضيق، وشكرا لكم وأشكر السادة المشاهدين. شكرا لك. طبعا لمعرفة التفاصيل أكثر مشاهدين على الشركة وتوزيع مستودعات غاز الطهي، خلينا نمشي ونشوفوا بعض هالمعلومات وراجعين. لازلنا متواصلين محمد ومشاهدينا، ولكن حنمشوا فاصل ومن بعدها نرجع نتابع حلقتنا في ميعاد سلام، وحنكونوا مع فقرة معلومتك. يلا
رجعنا لكم مشاهدينا من جديد في اليوم العالمي للاجئين اللي يصادف 20 يونيو من كل عام. طبعا وحسب احصائيات المفوضيه الساميه لشؤون اللاجئين التابعه للامم المتحده حنتعرفوا عليه ارقام ترصد احصائيات عدد الناجحين او النازحين بالعالم. كل تفاصيل اكثر في هذا التقرير. طبعا محمد اليوم بشكل استثنائي هو زي ما نعرف 20 يونيو هو اليوم العالمي للاجئين او للنازحين عفوا. حنمشوا مع بعض لفقره بالارقام، ممكن الخطا ما بين اللاجئين والنازحين. طيب في فقره بالارقام اليوم حنتعرفوا عليه ارقام رصدتها المفوضيه الساميه للامم المتحده لشؤون اللاجئين اللي قامت باجلاء مئات اللاجئين المحتجزين في ليبيا مؤخرا واللي حطتهم لربما خلينا نقولوا لاماكن امنه. حنمشوا نشوفوا التفاصيل في خلال هذا التقرير مشاهدينا. اجلت المفوضيه الساميه للامم المتحده لشؤون اللاجئين منتصف ابريل الماضي نحو 325 لاجئ من مركز قصر بن غشير في جنوب طرابلس وسط تدهور الوضع الأمني. عملية النقل نفذتها المفوضية مع المنظمة الدولية للهجرة في أعقاب تقارير بتفيد باستخدام العنف المسلح ضد المحتجزين اللي كانوا يحتجوا على الأوضاع الموجودين فيها. 12 لاجئ تكبدوا هجمات جسدية اطلبت علاجهم بالمشفى. تم نقل اللاجئين إلى مركز احتجاز العزوية اللي تقل فيها مخاطر تواجدهم في خدم الأعمال القتالية، وتم تزويدهم بالمواد الأساسية من المساعدات والرعاية الطبية. ونقلت المفوضية أكثر من 825 لاجئ من مراكز احتجاز عين زارة وأبو سالم وقصر بن غشير وتجورة والزنتان. وما زالت المفوضية قلقة إزاء حوالي 3000 لاجئ ومهاجر ما زالوا في مراكز الاحتجاز في طرابلس. كلمة لربما لاجئين هي بروحها ممكن تحس بها ألم فعلا، ولكن جميل أن في بعض المنظمات اللي دائما مهتمة بهذا الشأن. تو نمشوا لنعرفوا أكثر كمية أخبار بس في وقت أقل في فقرة شن صار باختصار. تشكيل فريق مشترك دائم بين المركز والمركز الوطني لمكافحة الأمراض ومع وزارة الشؤون الاجتماعية في طرابلس. خلينا نشوف التفاصيل. بحث مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض المكلف الدكتور حسين بن عثمان مع وكيل الشؤون الاجتماعية الأستاذ محسن أبو سنينة أوجه التعاون المشترك، وتم الاتفاق خلال الاجتماع على العديد من النقاط المشتركة بين الجهتين، أبرزها تشكيل فريق مشترك دائم للدعم النفسي والاجتماعي لعلاج المشاكل النفسية اللي تصير خلال الأزمات، وتم الاتفاق على توقيع مذكرة مشتركة بين القطاعين لدراسة وعلاج حالات التوحد وغيرها من الأمراض العقلية والأمراض السارية. حنمشي مع بعض إلى شركة خطوط الجوية الليبية مشاهدينا، وإلى سرقات متكررة لسترات النجاة في شركة الخطوط الليبية الأفريقية. نتابع التفاصيل. الخطوط الجوية الليبية عن سرقات متكررة لسترات النجاة الخاصة بطائراتها، وأضافت الشركة في بيان لها أن سترات النجاة الموجودة في طائراتها ذات مواصفات خاصة، وشركات الطيران في ليبيا حالياً تواجه مشكلة كبيرة في الوصول إلى المواد المصنعة منها كونها تتطلب شحنة خاصة. شركة الخطوط الجوية الليبية. أيوة. لا ما فيش حد، خلاص هو خطأ مني، خطأ مني أنا. حنمشوا من شركة الخطوط الجوية الليبية على متنها إلى الجزائر. إلى الجزائر. اللي هي الجزائر اللي بدورها جت لليبيا، مش عارفين على أي خطوط، بس المساعدات وصلت من الجزائر إلى غات هالحملة أو هالطائرة كان فيها مساعدات لكل أهالي الغات اللي عانوا من الفيضانات أو السيول اللي جرفتهم الأيام الماضية. نشوفوا التفاصيل.
أرسلت الجزائر اليوم الخميس مساعدات عاجلة لمدينة غات اللي تعرضت في 4 يوليو الماضي إلى سيول خلفت وراءها قتلى ونازحين. وكشفت وزارة الداخلية الجزائرية أن المساعدات الموجهة لغات تحتوي على 77 طن من الأغذية و18 طن من المياه المعدنية وكميات من الأدوية والأغطية ومولدين كهربائيين ومضخة خاصة بالري. الجزائر من ضمن الدول اللي ساهمت في مساعدة مدينة غات وزي ما دائما نذكر لربما ضارت النافعة أن هي في بعض الأشياء ضرر لبعض المدن، ولكن الجميل نشوف فيها تعاون من بعض الدول وبعض المؤسسات. وأيضا محمد النووي تكون في روح جميلة. غات قريبة من الحدود الجزائرية، مش عارف قريبة جدا، وفي أساسا في منطقة قريبة من غات من الحدود الثانية، فحلو هاللمسة الإنسانية وهال التعاضد بين المسلمين وبين العرب وبين الجيران، فحلو يعني الناس تلقى بعضها في مشاكل زي هذه وفي محن زي هذه. لازلنا في شنصار باختصار. في شنصار باختصار وفي مع الأجواء لربما المفرحة، حيث قامت مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني برحلة ترفيهية مجموعة العائلات النازحة والمهجرة. خلينا نمشي نشوفوا مع بعض التفاصيل. نظمت جمعية ميلاد جديد للأعمال الخيرية بالتعاون مع جمعيتي العهد وبسمة وطن رحلة ترفيهية بحرية لمجموعة من العائلات النازحة والمهجرة من مناطقها في طرابلس، وكان الهدف منها الترويح عنهم والتخفيف من الضغوطات النفسية اللي يمر بها العائلات بحضور الكشافة والمرشدات ومشرفي المراكز ورابطة الشباب. محمد الموضوع صراحة ما ان تشوف فرحة الصغار وتشوف بالزبط. فرحة العائلات وتشوف ان في ناس بالفعل قاعدة تساهم في ان تكون نكونوا مع بعض وفي نفس الوقت حتى ولو ازمتنا واحدة ما نحسوش بان احنا لا انا عندي ازمة او انا نازحة او انا قاعدة موجودة في منطقة مش منطقتي ومش في بيتي، ولكن نحسسوك ان لا احنا بالفعل قاعدين مع بعض وعيلة واحدة. طبعا نمشي لفاصل حاليا اعتدال ومشاهدينا فاصل سير وراجعين. ورجعنا لكم مشاهدينا من جديد، لازلنا متواصلين معاكم وحنمشوا لفقرة معلومتك محمد. معلومتك هذه الفقرة اللي ديما جينا فيها ونشوفوا انبهارات في عالم التكنولوجيا من تطورات برامج جديدة. توا في الخبر الأول في فقرة معلومتك، هاتف ذكي من الفئة المتوسطة يعتمد على عامل الانبهار يمنح مستخدمي خيارات عديدة. خلينا نشوفوا تفاصيل أكثر في هالتقرير. هاتف أوبرون هاتف ذكي من الفئة المتوسطة، ما فيش يمان في الذاكرة خارجية لكنه يمنح مستخدمي 256 جيجا بايت. لونه الأسود يوضح مكوناته بشكل أفضل. الجهاز خالي من A B ولا يدعم تعبئة الشحن اللاسلكي. البطارية بسعة 3765 ملي أمبير. الشاشة بمقاس 6.4 إنش. مشاهدة المحتوى من خلاله ممتعة وزمن تشغيلها يفوت 6 ساعات وبدون أي مشاكل ومحمية بمثبت. وبصفة عامة يعتمد الجهاز على عامل الانبهار. عالم التكنولوجيا دائما يبهرنا بعدد كبير جدا من التطورات، ولكن نشوفوا ان في ناس لها ميول لشركات معينه. حنمشوا لجهاز سامسونج نوت 10 اللي هو مصمم بدون ازرار، خاصه زي ما نعرف محمد بانظمته يعتمد على الرجوع الى التطبيقات المقترحه. تفاصيل اكثر خلينا نشوفها مع بعض. سامسونج نوت 10 مصمم هذا الجهاز بدون أزرار خاصة بنظام الأندرويد والهوم، ويعتمد على الرجوع إلى التطبيقات المفتوحة ASIT وكلها رقمية وبالسوفتوير، يعني شكل الجهاز فلات وبدون حواف. شاشته كبيرة لإضاءة قوية وجيدة،
ومن المتوقع تكون الشاشة مستقبلا بدقة 4K. يدعم الموبايل تقنية 5G بكل أنواعها، يحتوي على 4 كاميرات وبقوة 16 ميجا بكسل، بطارية كبيرة ومتطورة مع شحن سلكي ولاسلكي، وللبطارية قدرة على تخزين الكهرباء، وأهم شيء أن المعالج الموجود فيه يساعد الذاكرة على التخزين. نشوفوا انه هو فيه تشابه كبير من الايفون بالضبط، يعني كنا نحكوا فيه شويه ان الكاميرا بس طالع، يعني كان الكاميرا ممكن حتى يقدر يضرب في الشاشه في الاصدار الجاي تقريبا. هي نفسها حظ كاميرا سوني اليوم في اخر خبر تكون معنا في معلومتك. هالكاميرا تختلف على الانواع الاولى من سلسله سوني، حجمها صغير يخليها تقدر تتنقل بها وخليك تقدر تتنقل بها بسهوله، وفيها تغييرات ملحوظه. تفاصيل اكثر على الكاميرا نشوف التقرير. كاميرا سوني RX100 Mark 6 تختلف عن الأنواع الأولى من سلسلة سوني RX1 لأن حجمها صغير ويمكن التنقل بها بسهولة، وصورتها حلوة هلبة وفيها تغييرات ملحوظة. شاشتها بمقاس 3 إنش وتدعم تقنية اللمس، وهالميزة غير موجودة في قائمة الإعدادات. والمنظار رقم يخرج بشكل تلقائي. مكان البطارية فيه مكان للذاكرة، وفيها 4 أزرار مبرمجة للتحكم في وضعية التصوير ما بين تلقائي ويدوي وفيديو وتصوير سريع. الميكروفون جيد، وتتحكم الكاميرا عن طريق الزوم بتقريب المسافات وبعدها. كل ما نقوله أن في للتليفونات ما خلوش مكان للكاميرات مع دقة الكاميرات الموجودة، وما زالت إلا أن نشوف في شركة سوني وشركة كانون وبعض الشركات. أمس كانون اعتدال فخرة معلومتك في كانون إصدار جديد. إصدار جديد للمبتدئين، يعني اللي حابين يخشوا عالم التصوير بالفعل مع وتحسي أن الشركات في تنافس بيناتهم، كل ما شركة تصدر جديدة تنافسها. هذا الطبيعي، ولكن الحلو أن كل حاجة قاعدة محافظة عليه على مكانتها. الكاميرا فعلا. كاميرا والتليفون تليفون وكل مرة تحاول هي تصدر طبعاً. لازلنا متواصلين، ومن التكنولوجيا حنمشوا إلى الرياضة مع زميل أحمد بعجالة. ومرحبتين بيك. مساء الخير. مرحبتين بيك أحمد. مساء الخير محمد، يومكم سعيد إن شاء الله. يومك مبارك. شنو علاقتك بالتليفونات والكاميرات؟ جيدة لحد ما. حلو مع تطورات. نحن نشوفوا دائما التكنولوجيا هي اكثر جهه بقت يعني ولت سباقه في كل شيء. اكيد صح، باعتبار انه ممكن حتى الهواتف المحموله في الفتره الاخيره كانت، وانت كنت تتكلمي انها كانت تجتاز حتى في الكاميرات، لكن في منافسه برضو من جانب الكاميرات. الهواء يعني ممكن بعد عامين ثلاث سنين ثانيات نشوفوا حاجات يعني ما كناش حتى نتوقعها، زي ما احنا تو حاليا في 2019 ما كناش نتوقع حاجات. هل يهمك انت تتبع اخر اخبار تكنولوجيا من اصدارات هواتف كاميرات؟ والله باعتباري يعني نشوف اخبار بس اخر الاخبار تدور على لا ممكن رياضية ممكن باعتبار نشوف في المجال الرياضي، وايضا نحبذ ممكن برامج اللايت ممكن الشخصيه على اليوتيوب او غيره. نفضل مثلا يكون خاصه التليفون الموبايل يعني يكون مميزاته في الكاميرا تكون كويسه، كل ما افضل حتى يساعدني حتى في اني يعني نكون حتى فريلانسر او اي شيء ثاني يعني خارج المجال الرياضي طبعا. لكن نمبر 1 طبعا المجال الرياضي. طيب نشوفوا المنافسات الرياضيه لليوم. طبعا اليوم بنبدا بالاخبار المحليه. الاتحاد الليبي لكره القدم باعتبار ان الدوري الليبي حاليا متوقف، ما زال في حاله مخاض باعتبار ان الوضع في طرابلس حاليا امنيا يعني مش تمام. لكن الاتحاد الليبي لكره القدم قرر ان يشكل لجنه تتولى النظر في امكانيه استكمال الدوري ولا تاجيله، او ممكن نوصلوا حتى لمرحله الغاء هذا الموسم وشطبه نهائيه من جدول المسابقات عام 2018-2019. طبعا اتحاد الكره اصدر بيان كلف به السيد محمد يونس رئيسا للجنه، وعضويه تكون من السيد الهادي سويتي رئيس لجنه المسابقات، وايضا السيد عمر الطوير وسالم السويح مقررا لهذه اللجنه. وشدد اتحاد الكره في البيان على ضروره تقديم تقرير شامل الى ما توصلت اليه هذه اللجنه في مده اقصاها اسبوع. طبعا حسب البيان اللي تم نشره على صفحة الاتحاد الليبي لكرة القدم، يعني الوضع حاليا في عدة مدن يعني مش حتى طرابلس بس يخليش ان الدوري يستكمل، خاصة ان ممكن اكثر اندية الدوري الموجودة حاليا من مدينة طرابلس والمنطقة الغربية، وملعب طرابلس هو ملعب اساسي في وملعب معتمد في مباريات الدوري الليبي لكرة القدم. الوضع يخلينا نمشي لمرحلة الغاء الدوري ولا تأجيله، لأن حتى المنافسات يعني انتهت في أغلب الدول العربية والدول الإفريقية وأيضا الدول الأوروبية. وتقريبا الدوري الليبي جات انتكاسة بعد ما انتعش الفترة الأخيرة من جديد، وحتى هو مش مسألة انتعش محمد، لكن
يعني مسألة أنه هو يمشي في ظل الأوضاع الأخيرة تعتبر مقبولة في ليبيا نوعا ما، رغم أن إحنا مش هذا الحال اللي نبغى نوصله لما حتى لمستوى الدوري ومستوى تنظيمه، لكن أنه هو يستمر أن يكون في دوري أفضل مما فيش. فالحالة حاليا أصبحت يعني صعب، حتى مسألة تأجيل الدوري أصبحت صعبة جدا. ممكن مسألة الإلغاء هي حسب ما أشار لي طبعا بعض المصادر في الاتحاد الليبي لكرة القدم أن مسألة الإلغاء الدوري أمر وارد بنسبة فوق 90%. طبعا في اخبار اللاعبين المحترفين ايضا، اخبار اللاعبين الليبيين المحترفين بالخارج. غادر اللاعب سند الورفلي نادي الرجاء المغربي طبعا بعد ان انتهت اعاره اللاعب من فريق الاهلي طرابلس. طبعا فريق الرجاء لم يتوصل الى اتفاق مع فريق الاهلي طرابلس في اعاره سند الورفلي مره اخرى او في شرائه بشكل تام. يعني فريق الاهلي طرابلس يطلب مبلغ، اعتقد يعني شفاته اداره نادي الرجاء بانه مبلغ كبير، ف ما استكملتش المفاوضات مع إدارة فريق الأهلي طرابلس، وبالتالي سند الورفلي وفق القانون مفترض أنه يرجع لفريق الأهلي طرابلس. إلى حين طبعا البت في مسألة تفاوضة مع إدارة النادي أنه يرجع للنادي المغربي أو يشوف العروض الأخرى اللي جاياتنا. في كلام في عروض من أندية خليجية وفي عروض أيضا من أندية تونسية. طبعا حلو. أيضا من أخبار سند إلى أخبار محترف آخر، هو لاعب صادق أو لاعب عفوا إسماعيل التجوري المحترف في فريق نيويورك سيتي، سجل هدف وقاد فريق للفوز في منافسات كأس أمريكا. طبعا التجوري استطاع أن يسجل هدف في المباراة في الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول زي ما نشوفه طبعا على الشاشة، وقاد فريقه لوضع في الدور أو وضع قدم طبعا في الدور القادم. إسماعيل التجوري واصل الفورمة متاع المعتادة اللي عودنا بها في ملعب أمريكا ومع نيويورك سيتي الموسم هذا. طبعا الموسم الماضي اللاعب كان هو أفضل لاعب في فريق نيويورك سيتي، وهذا الشيء يعتبر إحنا ممكن كويس بدرجة كبيرة. اللي يعاني منه اللاعب الليبي هو ضعف القوة الجسمانية وأنه يقدر يجري. هل ممكن هذا ينفع في أن لما ينضم لأندية عربية حيكون في التزام أكثر في التدريبات وساعات أكثر في التدريبات؟ يعني محمد مشكلة اللاعب الليبي من بداية تكوينه، من بداية تكوينه من عمر 12 وعمر 14 العام. احنا في ليبيا اساسيات التكوين اللاعب يعني مش نقول لك معدومه لكن في نقص فيها يعني بدرجه كبيره. يعني مش حتى وفق الخطط والاستراتيجيات اللي يمشوا بها حتى الدول المجاوره لنا، مش تتكلم عن الدول الاوروبيه. فاللاعب الليبي انه مثلا يحترف في المغرب العربي او في الخليج او يمشي مثلا للدوري الامريكي تعتبر انجاز مقارنه بتكوينه. بالضبط. تو ممكن تشوفه في مدارس ناشئين حاليا تكون في اللاعبين الناشئين، ممكن في المستقبل نشوفه لاعبين يحترفوا مثلا على غرار محمد صلاح مثلا اللاعب المصري اللي حاليا في ليفربول، باعتبار انه حتى هو منشا نادي مصري وتكون في مصر. لكن في النهايه مصر استراتيجيتها وبنائها افضل. بس حتى ممكن احمد لما نرجع لمدارس الناشئين او نلقوا ان اصحاب هذه المدارس هم لاعبين وحابين انه يكون يعني زي ما نقولوا احنا الوقت اللي احنا ما عشناش منبوش اطفالنا والجيل القادم ان هو يمر بنفس المشاكل. صح. لكن فهذا ممكن حتى هو الحالي نرجع من جديد لنقطه الوضع الحالي في ليبيا، هو اللي يعكر المزاج شويه، يعكر الترتيبات في ناس. يعني لما تشوف الاوضاع الامنيه مثلا ما تسمحش ان ممكن تبعت صغارها لمدرسه الناشئين او حتى النادي، فهذه تعرقل المسيره، تعرقل عجله الكوره في الدوران. ان شاء الله نشوف الانديه الليبيه والمدارس ايضا الحاليه الموجوده في طرابلس وفي المدن الاخرى ان هي تعطينا افرازات ونتائج وخلاصه وعصاره كويسه من اللاعبين حتى نشوفوهم في ملاعب اوروبيه. يهتموا حتى بالكره القدم المصغره يعني عندنا عليها خبر. بالضبط. يلا اوكي معنا نشوف الكره القدم طبعا المصغرة. هي خبر يخص بطولة الأندية الإفريقية للأندية البطلة لكرة القدم المصغرة، حيث سحبت قرعة الأندية الإفريقية البطلة وجاء فريقا التحدي طبعا بطل ليبيا في المجموعة الأولى، وأيضا صحبة فريق مستقبل هبيرة مستضيف البطولة في تونس طبعا والاتحاد الرياضي الحمامات ونادي دي إل كي الجيبوتي. أما فريق الجهاد ممثل ليبيا الثاني وهو الفائز بلقب كأس ليبيا لكرة القدم المصغرة جاء في المجموعة الثانية مع فريق الترنجة التونسي ومشعل بجاية الجزائري ونادي بورترويا الجنوب أفريقي. البطولة طبعا راح تنطلق يوم 21 من الشهر الجاري اللي هو يوم غدوة إن شاء الله، وراح تنتهي يوم 23 من نفس الشهر، باعتبار أن بطولة كرة القدم المصغرة ما تحتاجش لأيام طويلة في مسألة التنظيم وعدد يعني ممكن زي كرة القدم الأساسية أو كرة القدم 11 محتاج زي ما نقوله، تحتاج لي حتى عدة أشهر أحيانا في انتهاء البطولة. البطولة بتتكون من يومين ونشوف إن شاء الله المتوج بها فريق ليبيا وإن شاء الله فريق الجهاد وفريق التحدي يكونوا
هم موجودين في المباراة النهائية. من ليبيا نمشوا لأمريكا الجنوبية. طبعا كوبا أمريكا ما زالت مستمرة مشاهدينا الكرام. يوم الأمس منتخب العربي القطري الشقيق طبعا فقد مباراة أمام منتخب كولومبيا بهدف وحيد دون مقابل سجل اللاعب طبعا دوفان زاباتا لاعب المنتخب الكولومبي، وأيضا بهذا الهدف طبعا ضمن عبور منتخب كولومبيا إلى الدور الثاني وهو الدور الربع النهائي في بطولة كوبا أمريكا. المنتخب القطري كان صامد لأكثر من 80 دقيقة في المباراة وقدم مباراة محترمة مع منتخب كولومبيا، لكن في الدقيقة 85 دوفان زاباتا سجل الهدف الوحيد للمنتخب الكولومبي. طبعا قطر ما زالت لها فرصة أخيرة مع منتخب الأرجنتين، لازم الفوز حتى تتأهل للمرحلة الأخرى والدور القادم بإذن الله في كوبا أمريكا، وأيضا الأرجنتين حتى يتعاني من مستوى. طيب حظ قطر مجتمع في المواجهة الأخيرة لها صعبة شوية محمد، باعتبار الأرجنتين في النهاية يظل هو حاليا يمرج منتخب الأرجنتيني بفترة كويسة، وأيضا متعثر في المباراة الأخيرة لعبها يوم البارح وحنتناولوها في الخبر، لكن تظل اسم الأرجنتين وزنها ثقيل أمام منتخب قطر اللي منتخب محترم وقدم بطولة ممتازة في كأس آسيا، وأيضا قدم مباراة ممتازة أمام كولومبيا وأمام البروغواي كان خاسر بهدفين دون مقابل واستطاع أن يعدل النتيجة بهدفين مقابل هدفين. أيضا نرجع لكلمة التخطيط والاستراتيجية، المنتخب القطري الحالي يعني مش مجاش عشوائية إحنا زي ما نقوله أو بصدفة، هو تخطيط من عام 2004 وعام 2006 بأكاديمية أسباير في قطر مع مدرسة أسبانية تولت الأمر، فنشوفه في نتيجة منتخب القطري للناشئين توج ببطولة آسيا، المنتخب القطري للشباب كان وصيف ببطولة آسيا، المنتخب القطري الأول سجل أيضا إنجاز وحقق لقب أمم آسيا في الإمارات لأول مرة في تاريخه، وإن شاء الله نتمنى له التوفيق أكيد أمام المنتخب الأرجنتيني اللي أيضا تعثر يوم أو ليلة البارحة فجر اليوم أمام منتخب باراغواي وتعادل بهدف مقابل هدف. ما زال ميسي طبعا حاير في إيجاد توليفة توليفة مناسبة بينه وبين زملائه. ميسي طبعا سجل هدف التعادل أمام منتخب البرغواي بعد أن تقدم البرغواي عن طريق ريتشارد سانشيز في الدقيقة 36، وميسي عدل من علامة الجزاء زي ما نشوفه في الصورة على الشاشة بعد قرار من الفار في الدقيقة 57. نكرر نفس المعلومة، الأرجنتين مرهونة بفوز على قطر حتى تتأهل للدور الثاني، وقطر مرهونة بفوزها على الأرجنتين باش تمشي للدور الثاني، ونشوفوها إن شاء الله محقق إنجاز على مستوى ممثل العرب، يعني أنه حقق إنجاز يوصل للدور الثاني في كوبا أمريكا وباعتبار أنه أول منتخب عربي يشارك في هذه البطولة، أيضا شيء مش سهل لمنتخب راح يستضيف كأس العالم 2022 بإذن الله. طيب لو بسرعة باختصار نهاية حلقة اليوم ونهاية أيضا فقرة الرياضة، أعطينا محاور حلقة اليوم في أفرو لاتينو طبعا باعتبار تكلمنا عن الأرجنتين وكولومبيا وقطر والأرجنتين وبرغواي راح يكون متواجدات إن شاء الله كتقارير المباراة، وأيضا راح نقدم مباريات يوم الغد ومنها أيضا مباريات كأس أمم أفريقيا اللي راح ينطلق غدا بإذن الله في مصر، وإن شاء الله المفاجآت دي محاضرة في أفرو لاتينو. شكرا لك أحمد أكيد، ونشكر كل قسم أخبار رياضة ونشكر ضيوفك اللي حيكونوا طبعا هم دائما متابعين لنا. شكرا لك أحمد. شكرا محمد بعجيلة. شكرا لك محمد، وصلنا نهاية حلقتنا، ولكن أكيد حنذكروا مشاهدينا بأنكم تقدروا تواصلوا معنا على كل منصات التواصل الاجتماعي على فيسبوك تويتر وإنستغرام، تقدروا تواصلوا معنا من خلال طرح أي مواضيع جديدة ممكن أنتم حابين هي تتواصلوا فيها معنا أو تغييرها. وصلنا نهاية حلقة اليوم مشاهدينا، حقيقة حنتلاقوا يوم السبت الجاي بعون الله أخبار جديدة وفقرات دورية جديدة. شكرا لكل من تابعنا اليوم، وصلنا لنهاية حلقة، نتمنى نهاية أسبوع موفقة، وأكيد نتمنى ألف سلامة للشيف إكرام اللي حتكون معنا بإذن الله أكيد يخلي مكانها فعلا بشكل كبير. شكرا لكم مشاهدينا وتصبحوا على خير.